الفرصة تأتي مرة واحدة، قائمتنا التالية قد تثبت ذلك. إليك رحلة أسهم منذ 2008 وحتى أغسطس 2023. أولاً، دومينوز بيتزا، تعرفها لذيذة، ولكنها كانت ستجعلك ثرياً. سهمها كان يساوي 12 دولاراً، ولكنه يبلغ اليوم 390 دولار. ثانياً، إنفيديا رائدة البرمجيات، كانت بعشرة دولارات، لتتجاوز الآن 480 دولار. ثالثاً، بوكينج لحجوزات السفر، كان سهمها بسبعين دولاراً، ليتجاوز هذه الأيام 3000 دولار. رابعاً، نتفليكس، كانت بدولارين ونصف، إلا أن سهمها يجاوز الآن 430 دولار. خامساً وأخيراً، تيسلا عملاق السيارات الكهربائية، وقد بدأت عام 2010 بدولار واحد، لتتجاوز 400 دولار عام 2021، إلا أن السهم استقر عند 245 دولاراً هذه الأيام. هذه بعض الفرص الضائعة، فهل تعرف أسهم أخرى قفزت بهذه القوة؟